بشأنها تراث البلد وثقافتها وتاريخها وناسها. القاهرة العاصمة الجميلة من أقدم المدن، فانطبعت على مبانيها وأراضيها الأحداث، فأصبحت مدينة تاريخية وتراثية وثقافية. لكن الزمن وشوية بشوية بيستخبى جمال القاهرة ورا الزحام والتكدس، فكان لابد من البحث عن حل قبل ما تختفي القاهرة بتكدس نفسها في مساحة دائت عليها. مصر أوسع من إننا كلنا نعيش في جزء صغير، فخرجنا من قلب الزحام علشان نوسع العاصمة بامتداد شريان منها بيتحرك لأرض جديدة تتعمر بالناس والبنى علشان تصبح العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، بتتسع لستة ونص مليون نسمة. قربها من مدن القناة بيأكد موقعها الاستراتيجي. 40% من مساحة المدينة للسكان والأحياء نصيب الفرق من المسطحات الخضراء 15 متر مربع. 70% من أسطح المباني مغطاة بوحدات الطاقة الشمسية. 30% من مساحة المدينة بتخدم قطاع المال والأعمال. 40% من شبكة الطرق خصصت للمشاة والدراجات، وتوفير جميع المواصلات لجميع فئات المجتمع. مساحات المدينة بالكامل مغطاة بشبكة معلومات عالمية. 20 حي سكن تنوعت الكثافة السكانية، فيها سكن لكل الفئات. بدأت المرحلة الأولى منها بأربعين ألف فدان بتضم مجموعة من الأحياء السكنية والحي الحكومي، مدينة الثقافة والفنون، منطقة الأعمال المركزية، حي السكن، النهر الأخضر والوطن الخضر. وتم البدء في تنفيذ أول حي سكني على مساحة ألف فدان. بيضم حوالي 25 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها. تعرف سكن لكل المصريين كامل المرافق، وفي خدمات بالإضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الحي السكني آرت. الحي الحكومي منطقة للوزارات والهيئات الحكومية تفعل فيها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لرفع كفائتها، لتغطيه كافه المعاملات الحكوميه. روح العصر واثار المدينه بتصميم معمار التنشئه. الهدف هو نائب هذه الحكومه بالكامل من القاهره لتنفيذ المدينه. مكتب خدمه واحد لكل الوزارات. نحن 51,000 مواطن حكومي بمنهج اداره جديد يضم ما لا يقل عن 36 ألف. ومن المقرر أن تبدأ العملية في 2020. مدينة الثقافة والدعم اللازم للإسكان. مدينة الثقافة والتصميم تصممت بشكل متطور تضم المدن مسار سياحي عالمي لكل عاشق للفن في العالم، وسارع وقاعات سينما. الخطط الحاضرة تدعو إلى أكثر من 600 مستشفى ودار للأمة. منطقة الأعمال المركزية تم التعاقد على بدء تنفيذ منطقة الأعمال المركزية. التأثيرات بتشير اللي بتضم 20 الخدمات المتعلقة بالمدينة يتوسطهم أعلى برج في أفريقيا، هتوفر 2 مليون فرصة. النهر الأخضر ونهر الشكر والسلام يتفرغ لأنها عاصمة بمنظر خلاب، فتصبح بيئة نظيفة خالية من العوالم. والمملكة المتحدة والمطر والسلام وفرنسا تماشي مع قريب القاهرة كمركز عالمي مشهور. على مساحة 10 أفدان تم افتتاح أولى المشروعات داخل العاصمة، بيضم منتجع سياحي
وبوهيل، قاعة مؤتمرات، مسجد، ومول تجاري كبير. سيتم إنشاء مجموعة من الجامعات الدولية بالإضافة للمدينة الرياضية بنفس الدور للحفاظ المطار المدينة مطار إبراج على مساحة 33 شبكة رقابة جديدة لسهل الحركة لكل السفراء والمستثمرين والزائرين من الخارج. وتم بناء مسجد داخل المدينة. شبكة الطرق الرئيسية العاصمة الإدارية مربوطة بشبكة من الطرق الرئيسية تبلغ 650 كيلومتر. طرق متسعة تم تمهيدها على حسب الكثافة السكانية للعاصمة لتفادي الزحام والتكدس التي ستعمل مع حدود طرق للمشاة تمنع التقاطر مع طرق السيارات. شبكات المرافق اتأسست بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية أحدث التقنيات العالمية. مش ممكن أول مرة في مصر شبكات المرافق داخل أنفاق من مياه وكهرباء واتصالات لتسهيل عملية أي صيانة في أي وقت من غير حفر. وهيتم بناءها في نسيج المدينة. سيمنز محطات الكهرباء هتساعد على بتقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط. تعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة مع وجود مبنى تحكم أحدث تقنية عالمية. والقدرة على إدارة زي الآي أو تي الجامع أو إنترنت والكاتدرائية. وفي اقتراحات ان تكون العاصمه الاداريه الجامع والكاتدرائيه واحده بتتبني بايادي المصريين لتلبيه اصوات الصلاه في العالم والدعاء رؤيه والسلام. مش بس مبنيه على التكنولوجيا والحداثه، دي رؤيه مبنيه على قيمه الامه وعلى اغلى ما لدينا قيمنا ووحدتنا. ولم يتم بناء افواج من الامر كل يوم بتتحمل قديمه 2 مليون السماح من الايدي العامله المصريه بتبني عالم جديد كبير، عالم بيتبني بجهد المصريين لتتسع رقعة مصر السكنيه. وكل ساعه وكل لحظه بيتحقق جزء من اللي تخطط ليشهد على احلام المصريين الكبيره اللي بتتحقق على ارض الواقع. احنا العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر. في ظل منفس القديمة المصريون ما زالوا يبنون. رؤية واضحة إلى الأمام وتصميم الرئيس السيسي في وقت قياسي في جميع